مدينة يتجمد فيها كل شيء إلا البشر، والبرد فيها ضيف ثقيل. درجة الحرارة انخفضت إلى حوالي 53 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة موخا بشمال الصين، مسجلة أدنى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق حسب مكتب الأرصاد الجوية المحلي. وقد حطمت هذه الدرجة الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية تحت الصفر، وانخفضت درجات الحرارة في موخا إلى ما دون 50 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 3 أيام متتالية. طرق جليدية وبرد قارس والثلج شكل طبقات في مدينة لا تحتاج فيها إلى مبردات. نحو 50 درجة تحت الصفر كافية بتجميد كل ما تريد. تصل فترة الجليد والثلج السنوية في المدينة إلى 8 أشهر، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية نحو 3 درجات مئوية تحت الصفر.